العظيم ان اكون من قرارات مفاجئه وكبيره في مؤسسه الرئاسه ورئاسه الحكومه اللواء علي الاحمر نائبا لرئيس الجمهوريه واحمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء خلفا للمهندس خالد بحاح الذي عين هو الاخر مستشارا لرئيس الجمهوريه تغييرات حركت الركود السياسي اكثر من اي وقت مضى وهي خطوة اقل ما يمكن القول عنها انها اشبه بضربة استباقية مباغتة قبل الدخول في جولة مفاوضات الكويت المرتقبة. تسارع علي الوتيرة في المشهد السياسي يراه البعض قفزة لتجاوز اخفاقات كثيرة على صعيد المفاوضات السياسية والاداء الحكومي كما اشار رئيس الجمهورية في نص القرار. الا ان اقرب القراءات لابعاد التغييرات الجديدة أنها خطوة من الرئيس هادي لتعزيز قلعته السياسية ببيادق قادرة على تغيير المعركة السياسية القادمة قبل أية تسويات قد تقصيه أو تحد من صلاحياته، خصوصا فيما يتعلق بالشروط المسبقة من قبل تحالف الانقلاب التي جاءت على لسان المتحدث باسم جماعة الحوثي وتتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية والتلويح بنقل صلاحيات الرئيس للنائب. وهذا يعد اعترافا بالانقلاب وفق تقديرات متابعين للشأن السياسي في البلاد تسقط آخر الأوراق السياسية التي تم إبرامها تحت ضغط سلاح الإنقلاب وسمي باتفاق السلم والشراكة الذي تم التوقيع عليه تحت أصوات الرصاص والسيطرة المسلحة للميليشيا على العاصمة صنعاء في انقلاب الواحد والعشرين من سبتمبر عام 2014 ويبدو من خلال المؤشرات أن اللعبة السياسية تمضي بمعزل عن المخلوع صالح، وكذلك بإذعان ميليشيا الحوثي لمنطق القوة أخيراً، حيث يأتي تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي أن المفاوضات مع وفد لميليشيا الحوثي في الرياض تسير بشكل جيد، وهو ما يعزز قناعته أن اللغة الدبلوماسية ما هي إلا تجميل للإذعان الذي تقدمه الميليشيا بمجرد قبولها الدخول بالمفاوضات الاستباقيه في العاصمه السعوديه الرياض